اجتماعات متواصلة في تعز وقرارات في طريقها نحو التنفيذ لإغلاق المنافذ والعودة إلى فض التجمعات في صالات الأعراس والأسواق والجوامع بعد إعلان لجنة الطوارئ العليا وتأكيدها بإصابة 5 حالات بوباء كورونا في العاصمة المؤقتة عدن. بعد الإعلان عن 5 حالات في العاصمة المؤقتة عدن من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ولجنة الطوارئ، تم اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات في محافظة تعز، ابتداء في قرار إغلاق المنفذ احتراز مؤقت وقائي حتى يتم اتخاذ إجراءات صحية في هذا المنفذ الذي يربطنا في العاصمة المؤقتة عدن. ورغم جهود لجنة الطوارئ والمبادرات المجتمعية في التوعية الميدانية والإجراءات، إلا أن الكثير يعول في تعز إلى تعاظم الجهود وتشديد الرقابة للداخلين إلى المدينة. التزام بالحظر بعد ما تقوال الإبلاغ عن أي حالات تصل المدينة من خارج، كانت من دول الجوار أو من منطقة الساحل، وكذلك لابد من عمل إقفال للساحل، وهذا أهم شيء لأنه يتم تهريب بعض اللاجئين الأفارقة أو بعض المواطنين اليمنيين الذين كانوا في دول إفريقيا وتم توقيف السفر عليهم والآن يدخلوا بطريقة التهريب. تحركات من شأنها الوقاية من هذا الوباء الذي بات يقترب مؤخرا، وما عدن ليست ببعيد. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.